مشاهدينا الأكارم، نتواصل وإياكم، وحقيقة الشكر الجزيل للزميل ماجد الأسدي على هذا الاستطاع لإجراء حول الصبر والابتلاءات التي نواجهها في هذه الحياة، وكيف لها أنه حقيقة تخلينا نذهب إلى الصبر باعتباره واحد من الصفات التي يجب أن نتحلى بها جميعا. وردت مجموعة من التعليقات حول الصبر اللي تحلت بها السيدة الزهراء سلام الله عليها، وكانت خير مثال تجسد لنا الصبر على الابتلاءات الكثيرة في الحياة. زهرة الأمل تعلق وتقول: عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى شهادة مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وجوركم أعظم إن شاء الله يا زهرة الأمل. أيضا الحاج عبد الكريم الخفاجي يعلق ويقول: الصبر مفتاح الفرج، وهو سيرة الأنبياء عليهم السلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونهج أهل البيت عليهم السلام. والصبر كلمة قرآنية وقرنت بثلاث: شهر رمضان المبارك فصار شهر الصبر، وبالنبي أيوب عليه السلام فصار نبي الصبر، وبمولاتنا زينب عليها السلام فصارت جبل الصبر. فهنيئا لكل الصابرين، فمن صبر ظفر. أحسنتم لهذا التعليق ولهذه المشاركة. نعم، أيضا تعليق من الأخت أم علي: الصبر قنطرة تجتاز الصعاب، ووصف الصبر في أخلاقيات المؤمن، وصف الصبر في أخلاقيات المؤمن كالرأس من الجسد، وقيل الصبر مفتاح الفرج، ويهون الصبر المصائب، ذلك في الشدة أيام الرخاء تحتاج الصبر كي لا نضل ولا نسرف فتذهب مصادر النعمة. أما من عبد الزهرة: الدنيا يمتحن الله بها الإنسان المؤمن، وامتحن الله بها كثير من الأنبياء، ومنهم نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا إمامنا الحسين عليه السلام، والنبي إبراهيم عليه السلام في الرؤيا، ونجحوا في الاختبار الذي ابتلاهم الله به. أحسنتم. أيضا من التعليقات الأخرى التي وردت: جميل حسين يقول أيضا: حتما الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، فالصبر هو مقياس للإيمان، لذلك كان الصبر هو موضوع اختبار الأنبياء والرسل والأئمة مصداقا للآية الكريمة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. أحسنتم لهذه المشاركة. أيضا من المشاركات الأخرى وردت: الشمس أم إبراهيم تعلق وتقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وعاجل فرجهم، وتقول: اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك، عظم الله لكم ولنا الأجر بذكرى شهادة الزهراء سلام الله عليها. دمتم ووفقكم الله في هذا البرنامج الذي من خلاله نتعلم الكثير من الأمور، وخاصة في هذا الوقت. وشكرا لكم، وشكرا لهذه التعزية ولهذه المشاركة ولهذه الكلمات يا أختنا الفاضلة أم إبراهيم. نعم، أبو حيدر حمزة يصلي على محمد وآل محمد ويقول: الصبر مفتاح الفرج. وأيضا أبو تيسير عدنان إسماعيل يصلي على محمد وآل محمد: اللهم صلي على محمد وآل محمد. أيضا هناك تعليق من عبد موسى أيضا يعلق يقول: عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة مولاتنا سيدة النساء فاطمة الزهراء سلام الله عليها، رزقنا الله وإياكم شفاعتها بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين إن شاء الله للجميع. أحسنتم لهذا التعليق. لبيك يا حسين أيضا يعلق يقول: لبيك يا زهراء، السلام عليك مولاتنا وسيدتنا الصابرة المظلومة فاطمة الزهراء، اللهم لعن ظالمي الزهراء مأجورين، ونسألكم الدعاء. وإن شاء الله أيضا نحن نسألكم الدعاء بكل هذه الكلمات وهذه المواقف اللي بالتأكيد نحتاج بها بأمس الحاجة إلى أنه نقتدي بالسيدة الزهراء سلام الله عليها بهذه الصفة إلى وهي الصبر. نعم، أيضا تعليق آخر من أبو موسى: زيارة السيدة الزهراء، السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرة وصابرة إن شاء الله، السلام عليك، وإني أسألك إن كنت قد صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي، فأشهدي إني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين. أما من لبيك يا حسين: الليالي الفاطمية تجمع الحاجات سرا لليالي الفاطمية، فبإذن الله تقضى باسم مولاتي الزكية إلهي بفاطم، لا تطلبوا من الزهراء شيئا غير أن ترزقكم الدمى على الحسين، وما عدا ذلك من الحاجات تأتي رويدا بتلك الدمعة الحسينية مأجورين، ونسألكم الدعاء، ونسأل الله القبول بإذنه تعالى.
أيضا أبو موسى يورد زيارة السيدة الزهراء سلام الله عليها، يقول: السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك فوجدك، لما امتحنك صابرة، أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما، وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي، فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين. أحسنتم لهذه الزيارة ولهذه المشاركة. أحسنتم، الله يبارك بكم. إذن كثير من التعليقات التي وردت إن اليوم على الموقع الرسمي لقناة كربلاء الفضائية، أيضا لبيك يا حسين، أو هي تقول أو يقول: ربي يحفظكم على هيج مواضيع في غاية الأهمية، شكرا جزيلا. وأيضا مصطفى يصلي على محمد وآل محمد ويدعو لنا بالتوفيق إن شاء الله. إذن مشاهدين الكرام، كما وضحنا، إن شاء الله يوم غد هو ذكرى شهادة سيدتي ومولاتي السيدة العظيمة فاطمة الزهراء عليها السلام. اليوم يجب علينا أن نحيي هذه الذكرى لا فقط بالبكاء واللطم على هذا المصاب الجلل، يجب علينا أن نحيي هذه الذكرى بأن نلتمس من حضرة سيدي ومولاتي فاطمة الزهراء عليها السلام القيم والمبادئ الإنسانية العليا، كما أخذنا في موضوع حديثنا لهذا اليوم كيف أصبحت السيدة الزهراء رمزية للقيم الإنسانية والأخلاقية العليا، خاصة نحن النساء اليوم بما أننا نمثل نصف المجتمع. إذا حافظنا على هذه القيم الإنسانية العليا من خلال الالتزام بالحجاب، من خلال الإيمان بالله تعالى قلبا وقالبا، من خلال الصبر، من خلال الحكمة، إن شاء الله راح يكون هذا ينعكس على أولادنا، وبالتالي راح ينعكس على مجتمعنا، ويكون مجتمع غني بالحضارة الإنسانية والقيم الأخلاقية العليا اللي اليوم احنا نحتاجها في بلدنا.